إليان دكتور بي. تابعوني أسبوعياً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لدى سات 7 أكاديمي وعلى سات 7 لدايماً نحكي عن المواضيع الصحية اللي بتهمكن. موضوعنا لليوم عن المي الزرقاء أو المعروفة بمرض الزرق، فخليكن معي لنعرف أكثر عن هالموضوع. المياه الزرقاء أو مرض الزرق هي حالة بتأذي العصب البصري، وغالباً بيكون السبب ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي داخل العين. العديد من أشكال المياه الزرقاء ما عندها علامات تحذير، فممكن تصير فجأة حالتنا متطورة دون أي سابق إنذار. مرض الزرق أو المي الزرقاء هي أكثر الأسباب شيوعاً لإصابة الناس اللي بيزيد عمرها عن 60 سنة بالعمى، وبالرغم من أنه هي بتصيب كل الأشخاص من كل فئة الأعمار، غالباً منشوفها عند البالغين. المي الزرقاء مثل ما قلنا بتأدي لتلف العصب البصري، ومع انتكاس هيدا العصب بتبلش البقع العمياء تبين بمجال النظر تبعنا. ارتفاع ضغط العين بسبب تراكم لسائل الخلط المائي اللي بيتدفق عادة داخل العين، وهيدا السائل بس ينتج عادة بيتصفى بالزاوية اللي بتجمع الإصحية بالقرنية، ولكن إذا تدفق بغزارة ببطل قادر يتصفى بشكل مزبوط ويتدفق للخارج بالمعدل الطبيعي وبيرتفع ضغط العين. المي الزرقاء عدة أنواع. النوع الأول هو الزرق المفتوح الزاوية. الناس المصابة بهذا النوع بتعاني من بقع عمياء بالجانب الجانبي أو المركزي من مجال النظر، وممكن كمان أنه تعاني من رؤية نفقية. النوع الثاني هو الزرق مع انسداد الزاوية. العوارض المنشوفها هي صداع شديد، ألم بالعين، غثيان، تغيّم بالرؤية، هالة حول الضوء وأحمرار العين. ثالث نوع منشوفه هو الزرق بس مع ضغط طبيعي داخل العين. فشو هو السبب؟ العلماء منهم أكيدين، بس بيقولوا إنه الشريان اللي بيغذي العصب النظري ممكن يكون منه محتوي على كمية كافية من الدم. آخر نوع هو الزرق عند الأطفال، على الرغم من إنه هذا النوع منه كتير شائع ولكن هو موجود، فكتير مهم ننتبه على أطفالنا إذا عم يكتبوا أو يرسموا بطريقة مزبوطة أو إذا عم يترددوا إنه يشاركوا بالنشاطات اللي بتحتاج للتركيز. لأنه في أنواع مزمنة من المياه الزرقاء وأوقات بتظهر فجأة دون سابق إنذار، كتير مهم ننتبه إذا عنا عوامل خطر، اللي هي بتتضمن ارتفاع الضغط داخل العين إذا كان عمرنا فوق سن 60، إذا كنا مننتمي للعرق الأسود أو العرق اللاتيني، إذا كنا منعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، أمراض السكري وأنيميا الخلايا المنجلية، أيضاً إذا كنا منعاني من ترقق القرنية، إذا كنا منستعمل الكورتيكوستيرويد أو قطرة العين لفترة طويلة، وإذا أصبنا بجرح مسبق بالعين أو خضعنا لعملية داخل العين. بالنسبة لطرق العلاج، أول طريقة بنرجع لها هي قطرة العين، وكتير مهم نسكر عيننا لمدة دقيقتين بس نحطها كرمال ما تفوت على داخل الدورة الدموية وتشكل الآثار الجانبية. تاني أسلوب بنرجع له هو استخدام الأدوية الفموية في حال قطرة العين ما جابت نتيجة. أما تالت أسلوب هي العمليات الجراحية والليزر على أنواعها. أما بالنسبة للوقاية، فكتير مهم نتبع الخطوات اللي بتوصي فيهم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فهي بتوصي كل الأشخاص اللي عمرها أقل من 40 سنة يعملوا فحص شامل للعين بين كل 5 سنين و10 سنوات، أما الأشخاص اللي بتتراوح أعمارهم بين 40 و 54 سنة يعملوا الفحص كل 2 لـ4 سنوات، أما الأشخاص اللي بتتراوح أعمارهم أكثر من 65 سنة يعملوا الفحص كل 1 أو 2. آخر نصايح لكم مشاهدينا، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، هذا الشيء بيساعد على تخفيف الضغط داخل العين، وكمان الالتزام بقطرة العين بالجرعة والفترة اللي وصف لكم إياها الطبيب. وهيك أنا بترككم وبقلكم بي هابي بي هيلثي مع دكتور بي.